السلام عليكم. اليوم نروح نحضر الى تدشين ساحة جديدة عند لابراش واللي عيدت تسميتها بساحة الاستقلال في وسط مدينة قسنطينة. اذا نخليكم تتابعوا العملية تاع التدشين تاع الساحة هذه بعد ما تم تهيئتها بالكامل واللي كانت مهملة منذ تقريبا منذ الاستقلال. الآن تعرف حياة جديدة في وسط مدينة قسنطينة. نخليكم تتابعوا الفيديو حول تدشين انت هذه الساحة الرائعة بموقعها أولا وكذلك بالبنايات المتواجدة حولها وبالحجم انتها. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو والسلام عليكم. هنا احتاج الى رقم